Now I am installing crank caps with complete set. محمد شين ايه كلمتك يا اخي ودي عن ميكانيكي. طيب بس قلت له ليش ما يقول انا خط كسر في قطع الاساس صوالي ياهو بس ايش قلت لك ايش قلت البنزين انا قاعد اتكلم انا وانت كنا موجودين لا مره ثانيه متى بتغير بعدين نشوف غير عنده يا اخي 100 ريال بس خليني اقفل المقطع طنقة هنا يا الله صدقني يبي له بيطر اليوم يا اخي ما يعرف راسله في القلوب اي حرف القلوب نكد عليك منين حمار